اول انطباعك عنه بقى برضه؟ انت راجل كده عائل كده انت بتحب تلبسها. انت حبيبي يا حسن. بس حبيبي هي طلعت دلوقتي فاهم؟ كانت مستخبيه قبل كده. لا هو يعني انا اول ما شفته برضو جالي الانطباع بتاع هو ده بيعمل ايه هنا. وبعدين دخل في المشهد بيقول اي كلام. هو ده بيرتجل ولا بيهزر ولا بيقول ايه؟ اكتوبر في السنتين ويرشق في اي جمله في اي حته. فانا مش فاهمه يعني كرهته اول يوم الحقيقه جدا فعلا. وتاني يوم اكتشفت انه طفل. يعني اكتشفت انه بقى صاحبي. انت بتاخد غسيل وبكوا في القعده دي يا حسن. والله اخواتي قاعد وسط اخواتي متفك عادي. الغريب ان انا اول مره اشوف فيها كابتن فتحي مثلا هو كان المشهد اللي بيني وبينه لما بقول له كابتن فتحي قال لي مساء الزفت. فانا ما اعرفش ده في السكريبت ده ولا ايه بالظبط. في السكريبت على فكره هي المفروض بتقول لي مساء كابتن فتحي وطالعه من التيك توك بقى واخده يعني هي بقى هقول ارد عليها حلو حلو فانا نسيت اسمها في فمش عارف انا مين اصلا مش عارف اقول لها بس هو مناسب قوي مساء الزفت مساء الزفت هي كانت طالعه جامده جدا بس هو مناسب قوي اللي انت قلته. مناسب لان هو احنا العصابه كل شويه حد يعدي قدامه حد كل شيء عادي قدامه وقع بيلاقي فمناسبه جدا نقول لها مساء الزفت ومش فاهم مين اللي بيطلعوا فوق. انت اتخضيتي؟ لا انا اتخضيت انا مش عارفه اصلا يعني انا قعدت اربع حلقات ما بتكلمش معاه فعلا ببص له على الترابيزه كل مره واول ما عينيا تيجي في عينه اعمل كده الناحيه الثانيه اروح عامله كده مش قادره اتعامل خالص لان انا مش عارفه هو كان قصده بجد ولا ده تمثيل. هو دوت ده شابوه طبعا. بس انت في الحقيقه كده حد انتروفيرت شويه وخجول صح ولا ايوه انا اكتر واحده لا بس أنا لا يعني لا يعني انا خدع لا 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 يا زينة بالكنبة اللي بصي يا جماعة مش كده يعني شكرا قولي يا زينة. لا كل الموضوع اني يعني انا يعني عندي طاقة وهايبر شوية وببقى مجنونة في نفس الوقت يعني منطوية جوا نفسي فبعمل حاجتين عكس بعض فتلاقيني شوية بتكلم بعد كده تلاقيني يوم كامل قاعدة ساكتة ما بعملش أي حاجة فهم يعني كانوا بيشوفوني ويسيبوني مثلا لقوني قاعدة برسم فسيبوها براحتها لقوها قاعدة بتعمل فسيبوها هترجع مساء الخير ازيك يا عسل عامل ايه؟ احنا نشتغل بسرعة مكوة بقى على سشوارة على صبغة على حاجات كده وهيجي لنا الزباين حرة ما تخافش انا ما عنديش أكتر من دومات تماسيح أصلا يا عسل أنا عملت لك إيه؟ أنا محتاج بس حد كده ينكشني ويلغيني أنا القعدة دي غلط على هرموناتي بعدين هو احنا مش باين علينا الصرف ولا إيه يا جماعة؟ بنجيب مجموعة سلاسل أساور